الشعبي. كيف كتشوفوا اخوتي انا جيت في الضفه الثانيه اللي كتعطي واحد المنظر رائع من هنا. هنا اخوتي بغيت لكم واحد المقارنه كيف كانت هذه الطلعه. شوفوا اخوتي في هذه الصوره اللي كتشوفوا معايا هنايا كيف كانت، ودابا اخوتي شوف كيف ولات. هنايا كنشكر بزاف الاخ مصطفى الزعر اللي تكلف بهذه الطلعه من الواد كيف كتشوفوا من هنا حتى القمه، هو اللي تكلف ودار الطريق. كنشكروه بزاف على هاد المجهودات اللي دار، وفي نفس الوقت كنشجعوا الناس اللي محسنين ومهتمين كيبغوا كيعدلوا هاد المناطق اللي رائعه يصاوبوا، وتكون واحد الراحه للناس اللي كيجيو لهاد الحمه ديال الشعبي باش ياخذوا راحتهم، حيت بزاف ديال الناس مساكن الكبارين في السن ما كانوش كيقدروا يطلعوا من هاد البلاصه على حساب كان طريق اللي صعيبه وما قدروش يطلعوا منها. دابا كيف كتشوفوا الحمد لله داكشي مزيان. كيف كتشوفوا اخوتي دابا حنا هابطين هادي الطريق كيف كتشوفوا معايا هنا. وصلنا لواحد البلاصه اخوتي باش تشوفوا الاسماء اللي كاين هنا: مصطفى، برلين، كذلك عبد السلام، اوتريخت. كنشكرهم بزاف حيت هما اللي كانوا واقفين على هاد البلاصه. وصلنا كذلك واحد البلاصه هنايا اللي تكلف فيها واحد المحسن اخر اللي نفس الاسم حتى هو، سميتو مصطفى السنهاجي، اللي تكلف كذلك بهاد المبادره ودار هنايا الدرج اللي كيهبط لهاد المنظر الرائع كيف كتشوفوا معايا. كيف كتشوفوا معنا دابا حنا وصلنا للبحر، باقا لنا والو نوصلوا ان شاء الله داك المنبع اللي رائع بزاف بزاف. كيف كتشوفوا دابا حنا وصلنا للدرج ديال هاد الحمام الشعبي، هذا كامل اللي كتشوفوا هنايا واللي هبطنا منه دابا تكلف به مصطفى السنهاجي. كنشكروه من هذا المنبر على هاد المبادره اللي دار كذلك، وما نفس سميات مصطفى الزعر اللي تكلف من الواد الفوق وكذلك اللي من الواد تحت للحمه تكلف به مصطفى السنهاجي. كنشكرهم بزاف، جوج الاسماء كيتشابهوا الحمد لله، قاموا بهذه المبادره اللي رائعه بزاف. اي واحد كيهبط كنسمعوا كيقول الله يرحم الوالدين اللي دار هذا الشيء، الحمد لله كياخذوا واحد رحمه الوالدين. وكنشجعوا بزاف الناس يديروا بحال الطريقه، كل واحد يدير واحد البركه ديال الحمد لله هذه المنطقه تكبر وتزيد ان شاء الله لقدام. كيف كتشوفوا لقينا الحمام عامر بزاف بزاف، لهذا ماشي مشكل ضروري حنا غادي نهبطوا. واخويا عميزه تبارك الله عليك، اخويا عميزه الاخ ميمو اللي قرا معايا كذلك في ايام الاعدادي والثانوي، كذلك تبارك الله عليك كذلك الصديق. اليوم هذا النهار تلاقينا مع بزاف ديال الاحباب في هذا المنظر الرائع كيف كتشوفوا، عامر قضيه عامره، ولكن حنا ضروري غادي نتسناو حتى يخوا وندخلوا ان شاء الله حتى حنا نحمكموا. نوح تلويشه اللي واعر بزاف، للاسف ما كملت لكم الفيديو، كانوا الناس بزاف، دابا ان شاء الله غنخليكم حتى الغدا ان شاء الله ونكمل لكم. خوت كيف كتشوفوا هذا النهار الثاني، اول حاجه صباح الخير. شوفوا الاجواء كيف كان البارح عامر واليوم خاوي كيف كتشوفوا. اخوتي انا كنفضل ديما نجي في الصباح، واحد النقطه اخوتي الملاحظه ان ملي كنجي في الصباح راه ماشي كنجي يعني مع ديك 8 9 10،
يعني الساعه دابا راها 6 باش تشوفوا، يعني كنشوف واحد الوقت ماشي ديال العيالات، حيت العيالات عندهم هنايا من 8 للزوج، يعني ماشي جيت في الوقت ديالهم. شفت واحد ما يخطو واحد الفكره غلطه غيقول غنجي حتى انا في الصباح، الا في اليوم الجمعه، في اليوم الجمعه خاص غير بالرجال، ديك الساعه ممكن نجي في الصباح في اي وقت. ودابا كان خوتي دابا ان شاء الله غادي نهبطوا، شوفوا كيف الشبان ها بحال الذهب اخوتي. البارح كيف شفتو معايا كان عامر وما تقدرش يعني تعوم على خاطرك. الخوت اش نقول لكم، واحد الراحه النفسيه في هذه البلاصه خوتي. غادي نصور لكم فيديو تحت الماء كتشوفوا بالجوبرو. كيف كتشوفوا من هنا الماء كيخرج في هاد البلاصة، في هاد البلاصة إذا كتشوفوا هنا كيدخلوا وكيبينوا غير الجرين ديالو في هاد البلاصة، ومن هنا كيخرج الماء. غادي ندخلوا إن شاء الله نشربوا الماء، بسم الله. شوفوا خوتي الجري ديال الكاميرا لهنا، احسن احساس انك تجي لهذا الحمام في الصباح وحتى واحد اللي يكون هنايا، احساس واعر. احساس واعر والله خوتي، الاحساس توب توب. هذا المنظر رائع. واخيرا خوتي حمحمنا مزيان و دوشنا، دابا كمل الحمد لله. الجوبرو نفعتني بزاف، المهم من داكشي يكون عجبكم. واحد العين ثانيه، هذه واحد العين ثانيه حتى كيخرج منها الماء كيف كتشوفوا خوتي. واحد النقطه اللي بغيت نهضر عليها، ان بزاف ديال الناس كيجيو لهاد البلاصه وحاجه مهمه كينساوها، كيجيو كيديروا هنايا الغداء، يقدر هنا في العشيه كيديروا شويه الحوت كياكلوا، وفي الاخر كيخليو هنايا النفايات، وكتبقى هاد البلاصه فيها الريحه كارهه. وبزاف الناس كيتشكوا من هاد القضيه، اي واحد اخوتي جا كل وشرب يجمع داكشي خوتي في ميكا ويطلع معاه عادي جدا، ما كتحتاج شي صعوبات. المهم خوتي اي واحد جا كال وشرب يهز داكشي في الميكا ويطلع معاه، ما غيخسر والو خوتي. الى اي واحد كيدير هاد القضيه كما كتشوفوا غتلقاو هنايا النقاوه بعدا. اما خوتي الى شفتوا في هاد الجهه بزاف ديال الناس كياكلوا ويشربوا وكيحطوا داكشي لهيه، ما جاتش اخوتي، النظافه من الايمان. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون عجبكم، وبحال دائما اخوتي بارطاجيو الفيديو وجمجموه باللايكات. وبقى نقول لكم اخوتي بحال دائما كنبغيكم بزاف، تهلاو فراسكم، باي.